صراحة حنا تفاجئنا بهذا الحريق هذا. هو كان عيبوك سيركوي في السيدات السماوي هنايا يعني كنا شوية يعني مألمين بزاف من هذا الشيء اللي وقع. والحمد لله جات السلطة في الوقيتة وجاو رجال الأمن في الوقيتة والحمد لله كان كلشي على ما يرام وما كاين حتى شي خسائر يعني خسائر جسمانية. علينا علينا كمواطنين يعني هادشي راه قوموا بنا بما فادو كاينين يعني الناس ديال المقاطعة المخدمين والمخدمين ولاد مزيان وهاد الناس ديال البوان ديال تاهما راه خسروا بهادشي هذا باش يكون شي حاجة صعيبة الحريق اللي ما مات حتى واحد الحمد لله راه حاجة زوينة. ضحايا المهم هادشي خسائر هي النتيجة من بعد شي ساعة وشي حاجة تقاس مع الكهرباء والجو حار وجا واحد التناسق والدراري معرفوش كيتعاملوا مع الحالة وهي كنتشر لأنه كاين بعض المواد تسمات في هذا الكود كاين بعض الروائح كاين بعض شي مسائل كاين فيها شي مواد تجميد وداكشي كان تيساعد أنه الغياث يشعل العافية بزاف وهادشي اللي كيدير السماوي كان الناس عاجلة مشاو عشوي خرجوا شي يجريو واحد شويه تا واحد 10 دقائق بس واحد 10 دقائق ويش على ويش البومبيه ويش على ويش قال ويش على العافيه هنايا هادشي وقع. هذه هي التعريف.